بدايات قصيدي بتعوذ من الشيطان جديد الزفات والشيطان وببدا بذكر الواحد الفرد سبحانه هلا مرحبا باللي حضر عند ابن سلطان هلا مرحبا باللي تعنى على شانه بداية قصيدي بتعود من الشيطان وببدا بذكر الواحد الفرد سبحانه هلا مرحبا باللي حضر عند ابن سلطان هلا مرحبا باللي تعنى على شانه هلا ومرحبا باسم سلطان في حفل سلمان هلا بالحضور اليوم والنفس سلطانه تهنيت يا سلمان ومبروك يا ابن سلطان فرحنا بعرسك والفرح لعلنا للفخر والكرم عنوان على المجد لا تسأل ترى سلطان عنوان عمامك هل الفزعات من ماضي نسبان هل فزع تنور عدد الرجل صدقان فوالكم البطاح بالفعل والقرآن يشوش الرجل لم تفخر بجدان رقوا في سنام المجد والعلم للبرهان خوالكم اللي تمتم فيه خواليكم اللي ثبتوا فيه دنيانا وإخوانكم اللي دائما مدهل الضيفان من سنين والديوان ما صك حبيبنا إخوانك على الطلعت والعز والبرهان فرحهم بعرسك والفرح بانت ألوانا فرحهم بعرسك والفرح بانت ألوانا بداية قصيدي بتعود من الشيطان وببدأ بذكر الواحد الفرد سبحانه هلا مرحبا باللي حضر عند ابن سلطان هلا مرحبا باللي تعنى على شانه هلا ومرحبا باسم سلطان في حفل سلمان هلا بالحضور اليوم والنفس سلطان تهنيت يا سلمان ومبروك يا ابن سلطان فرحنا بعرسك والفرح بانت الوانه فرحنا بعرسك والفرح بانت الوانه تحاطين لعلنا للفخر والكرم عنوان على المجد لا تسأل ترى سلطان عنوان عمامك هل الفزعات من ماضي نسبانه الفزع تنور عدد الرجل صدقانه فوالكم البطاح بالفعل والبرهان يشوش الرجل لم تفخر بجدانه رقوا في سلام المجد خواليكم اللي ثبتوا فيه دنيانا وإخوانكم اللي دائما مدهل الضيفان من سنين والديوان ما صك حبيبنا إخوانك على الطلعت والعز والبرهان فرحهم بعرسك والفرح بانت ألوانه فرحهم بعرسك والفرح بانت ألوانه 0-5-8-7-7-3-7 أو من خارج المملكة ودول الخليج جوال 00-9-6-6-5-0-5